أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيل. اليوم معنا ملحد رائع، ملحد مبدع الحقيقة، الأخ عثمان من ليبيا، وكان ضيفنا في حلقة سابقة. الأخ عثمان اليوم راح يتناول معنا موضوع الإعجاز العلمي، ويعني راح ممكن في المستقبل يساهم معنا برنامج في حملة إيجار. خلونا نرحب بالأخ عثمان. أهلا وسهلا فيك أخي عثمان. مرحبا أخي جون، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك أخ عثمان. أهلا أخي وسهلا. عثمان، الميكروفون معك، وعلوة بس هيك يعني مثل ما بتقول، نحن حكينا بالموضوع مسألة الحلقة السابقة لما سويناها، وكم الشتائم اللي اجت للاسف، يعني التهديدات بالقتل وهالمسائل هي اللي يندى لها الجبين للاسف. يعني بصراحه شيء مخزي، يعني لا ما يوجد، ما في عندهم حجه، فانهالوا علينا بالشتائم وبالتهديد بالقتل وبالحكي اللي لا، يعني ما بنستفيد لا انتم لا هن ولا نحن بنستفيد منه شيء. فيا ريت تحدثنا ب يعني شو ردك عليهم، وتحدثنا عن برنامجك عم تحضره انت لحملة إيجار. تفضل. شكرا اخي جون. طبعا التعليقات هذه شيء متوقع جدا، يعني احنا لما وافقنا وقررنا ان نخرج على الهواء بصورنا وبصوتنا بشكلنا الحقيقي، يعني من غير تزوير او تلفيق، فكنا مستعدين ان نشوف كم اكبر من الشتائم والتهديدات، وهذا شيء طبيعي من مجتمع سطحي اسلامي. زي ما تعرف انت، ناس تحب السب والقذف والتهديد والقتل، يعني مجتمع إرهابي، فشيء متوقع منهم أنك تشوف الكم هذا من الشتائم. فأنا لا أستغرب من المستوى السوقي الإسلامي اللي بشوفه كل يوم، مش في شخصي أنا بس، في شخص كل أحد ضد فكرهم أو غير مقتنع بمبادئهم أو دينهم. فاحنا مش هننزل لمستواهم، احنا لا نسب الملحدين، بل على فكرة احنا محترمين اكثر، احنا لا نسب او نهين اي شخص، بل احنا ننتقد الافكار ونسعى للحوار والنقاش بعيدا عن التهديد او الارهاب او القتل او الشتم او اي شيء غير اخلاقي او غير انساني. فاحنا ضد افكار وليس ضد اشخاص اخي جون. بالضبط بالضبط. يعني للأسف الأخوة المؤمنين يعني بيضطروا مرات بصراحة. يعني أنا أحد الأشخاص، يعني مرات ما يعني ما بسوي كنترول على نفسي لما تجيك شتيمة في 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 من أقبح الكلمات. يعني مع الأسف للأسف هم يعتقدوا إنه إذا ما رديت عليهم كن انتصر، يعني شتمك. وأنا كثير يعني نحن صراحة، أنا يعني كنت أرد، أول بالبداية كنت أرد شتائم، بس عم تخف، وهذا يعني إنه علمونا نكون مهذبين يعني بطريقتهم، مش شتائمهم الغير معقولة للأسف. طيب أخي يا عثمان، يا ريت تحدثنا شوي بس عن برنامج راح تقدمه، يعني شو 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 طبيعته راح يكون. تفضل. البرنامج هذا بيكون على قناة الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. حنكون عندنا حلقة واحدة كل أسبوع، مدة الحلقة ممكن نص ساعة أو 40 دقيقة، نطرح فيها أفكارنا ومثلا الأخطاء الموجودة في القرآن، الأخطاء العلمية اللي يدعي القرآن إنه يؤيد العلم وهو يختلف عن العلم وضد العلم 100%، وعدة أطروحات، يعني نحب نخليها مفاجأة للجمهور والمستمعين، ما تمام. بدنا نصرح بكل شيء. أكيد أكيد أكيد. يعني هو جميل جدا. يعني أنا لما حكيت معك بالموضوع، مسألة البرنامج هذا، فوضحت لي يعني راح يكون ترتيبته تكون علمية، يعني علمية ناقضة للقرآن، يعني علوم القرآن اللي يتبجحون فيها من جماعة بهلول وغير بهلول النجار وغيره، يعني من الإعجازيين النصابين بالأحرى. أنا
كل من يدعي إعجاز علمي أنا بالنسبة لي هو نصاب، يعرف الحقيقة ولكن يعرف أنه شعوبنا جاهلة لا تقرأ وما بتتابع وراهم، فيديله على حسب اللي بدهم إياه، يطلع على الفضائيات يكتبوا كتب ويبيعوا ويسووا مصاري من وراء جهل الناس للأسف يعني. فهدول هن الإعجازيين اللي بسموا حالهم إعجاز علمي، يعني وحتى الإعجاز العلمي ما موجود بالقرآن بس، يعني الإعجاز العلمي موجود عند الهندوس، عند السيخ، عند المسيحيين واليهود، كلهم عندهم إعجازات علمية وكلهم خرافة يعني. كان يكون واقعيين طبعا إذا في كل واحد يحاول يفصل الدين على مقاسه، كل واحد بيحاول يثبت انه هو الصح والغير كله على خطأ. وهنا نحب نوجه نقطة معينة على الفكر الإلحادي، احنا لسنا ضد اي شخص او ضد اي فكر، بالعكس احنا كملحدين نحب نقول ان احنا الناس كلنا سواسية، ما في مسلم خير احسن من مسيحي او مسيحي احسن من يهودي او يهودي احسن من ملحد، احنا كلنا سواسية مع القانون وكلنا سواسية كبشر. ف هذا الفكر الراقي اللي يتطلع إليه الإنسان الملحد، إنه ما نفكر في اللون أو الشكل أو الدين أو العرق أو الجنس، بل نشوف لبعض إن إحنا إنسان بشر نعيش في كوكب واحد، ومفروض نبتعد عن كل الحروب والقتل والمشاكل اللي إحنا بنتعرض لها بسبب الدين وبسبب أشياء أخرى طبعا. أكيد أكيد. خلينا ندخل بموضوعنا أخي عثمان، يعني القرآن يعني ذكر بآياته إن كيف يخلق الجنين، يعني أول شيء الزلمة بيساوي العظم، بعدين بحط له اللحم، أول شيء بتكون نطفة بعدين علقة بعدين بساوي عظم بعدين بحط له اللحم، يعني شغلة مثل أوتوماتيك نفكرها سيارة، يعني بحشيها حشي بعدين بلزقها. فيا ريت تحكي لنا عن اطوار يعني كيفية تطور الجنين بين العلم وبين القرآن، وتوضح لنا الفوارق بيناتهم. تفضل. قبل ما نتطرق للموضوع هذا نحب نفسر شيء معين للمشاهدين اخي جون. تفضل. احنا اليوم في الحلقه انا نحاول اني ما نعطي اي تفسيرات الحاديه، انا حطرح ايات قرانيه واحاديث ما تسمى بالأحاديث النبوية بين قوسين، وبتفسير ما يسمى بالعلماء المسلمين والمفكرين الإسلاميين والأئمة. فأحنا اليوم وخلي المسلم اللي فعلا يحب يبحث على الحقيقة يشوف الكلام هذا هل هو فعلا موجود أو هو غير موجود. فقبل ما نبدأ في الأطروحة نحب نقول لك أن محمد يقول في القرآن في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني الشيطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الآية 169. هذه آية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني القرآن بيحرم أنك تقول شيء على الله وأنت لا تعلم هذا الشيء، حيث يقول محمد في أحد الأحاديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا طبعا أخرجه النسائي في فضائل القرآن 109-110 الصفحة، الترمذي كذلك، وأحمد في المسند، والطبري باهي في تفسيره، وغيره وغيره وغيره. وقال عليه الترمذي: هذا حديث حسن. فأنا نحب معلش نطول شوية في الكلام هذا بس نعطي فكرة واضحة للمشاهدين كلهم قبل ما نتكلم، علشان إحنا ما بنتكلم بكلام اعتباطي، إحنا بنتكلم لأن بحثنا وقرأنا أشياء ووجدنا أشياء تصدم الفكر والمنطق والعقل. فيقول صالح بن فوزان الفوزان، هذا طبعا الكل يعرف من هذا الشخص، وهو عضو في هيئة كبار العلماء وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة وغيره، يقول في أحد خطاباته أو خطبة له بعنوان: الحث على تعلم العلم النافع، بل بلغ الأمر، هذا صالح بن فوزان يقول، بل بلغ الأمر ببعضهم أن يفسر القرآن بالنظريات الحديثة ومنجزات التقنية المعاصرة، ويعتبر هذا فخرا للقرآن، حيث وافق في رأيه
هذه النظريات ويسمى هذا الإعجاز العلمي، وهذا خطأ كبير لأنه لا يجوز. شوف ليش لا يجوز، شوف شوف قمة يعني التكابر الإسلامي. لا يجوز لأن تفسير لا يجوز تفسير القرآن بمثل هذه النظريات والأفكار، لأنها تتغير وتتناقض. يعني النظريات العلمية ممكن تتغير وتتناقض، وممكن بعضها يكذب بعض، ولكن القرآن حق ومعانيه حق ولا تناقض فيه. يعني القرآن معانيه كلها حق ولا يوجد فيها أي تناقض. وإذا أردنا أن نفسر القرآن فليه قواعد. إذا أنت لا يحق لك أنك تفتح الكتاب المصحف وتقرأ أي آية معينة وتفسرها على مجازك، بل هناك قواعد معينة لازم تفسر بها الدين والقرآن. وهي هذه القواعد هي قواعد أساسية، وهي أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا إذا لم يفسر القرآن بالقرآن يفسر القرآن بالسنة. مثلا في السنة الصلاة غير موجودة مثلا في القرآن، طريقة الصلاة أو الوضوء، فإحنا نلجأ إلى السنة، أو قتل المرتد مثلا، أو الرجم الزاني، أو غيره وغيره. هذه لا يوجد نص صريح مثبت وموجود في المصحف أو في القرآن، فلذلك نلجأ إلى التفاسير الموجودة في السنة. وإذا لم نجد أي شيء موجود في السنة فنلجأ إلى الصحابة، لأنهم أدرى بذلك لمصاحبتهم رسول الله. هذا طبعا الشيخ صالح بن فوزان هو اللي يقول الكلام هذا. وإذا الصحابة لم نجد عندهم أي شيء معين نتجه إلى الأئمة. حلو الكلام هذا طبعا أخي جون، أعتقد أنه واضح ما يحتاج شرح. أكيد أكيد. تمام، إذا تحب تفسر أي آية لازم تلجأ إلى القرآن أو الأحاديث النبوية أو تفسير الصحابة أو تفسير الأئمة. تمام، توا نبدأ معاك في موضوع خلق الإنسان. سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الماء الدافق الذي خلق منه الإنسان حسب تفسير الأئمة والإسلاميين والشيوخ وعلماء الإسلام بأن هذا الماء يخرج من بين منطقة الأضلع والعمود الفقري، وهذا ما يسمى بصلب الذكر. تمام؟ والحقيقة العلمية طبعا تقول أن الماء الدافق اللي هو السائل المنوي أو الحيوانات المنوية التي تخرج من الذكر هي تتكون في الخصيتين، فيما يسمى بالحويصلات المنوية الموجودة في منطقة الحوض، وليس لها علاقة بمنطقة الظهر أو العمود الفقري أو الأضلع نهائيا. قال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يخرج بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق، لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة، يعني كلهم قالوا الكلام هذا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر: سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس. طبعا ابن عباس هذا هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هشام بن هاشم وهو صاحب من الصحابة الجليلين، وهو ابن عم الرسول نفسه. يخرج، يقول هذا ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، أي الترائب، وهو ووضع يده على صدره. يعني الترائب هو مكان الصدر، هذا ترائب المرأة. وقال الضحاك عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. يعني خلاصة الكلام هذا كله أن القرآن يقول أن تكون الجنين ينشأ في منطقة العمود الفقري ومنطقة الظهر بالنسبة للذكر، وبالنسبة للأنثى في موضع القلادة. واعتقد ان اي حد درس علم الاحياء حتى في ثالثه ثانوي او ثالثه اعدادي ممكن يعرف الكلام هذا، ويعرف ان هذا يتنافى مع العقل والمنطق ومع اي دليل علمي موجود او مثبت حاليا. اي سؤال اخي جون في الموضوع هذا؟ بصراحه بالتاكيد يعني هي نظره واضحه، نظره يعني إنسان لا يعرف شيء غير بالنظر الموجود قدامه، يعني الشيء الموجود قدامه فيفسره على كيفه يعني. بالضبط. يعني هلا أنت الموضوع اللي كنت أسألك عليه تحكينا على كيف أنا جاي للموضوع هذا. يعني
بس قبل ما كان بدي أسألك سؤال وبصراحة أنا نسيته وخطر لي يعني بعد ما بلشنا الأسئلة، شو تفضل. الأسباب اللي أدت ظهور ظاهرة الإعجاز العلمي؟ يعني ما كان في شيء قبل، يعني ظهرت يعني خلينا نقول ببداية العلم، ظهرت بالمسيحية، ظهرت بالإسلام، ظهرت بالهندوسية وأغلب الديانات، يعني شو هي السبب الأساسي في ظاهرة الإعجاز العلمي؟ سؤال جميل جدا، ولا إجابة بسيطة على السؤال هذا أخي جون؟ لأن السبب تطرق المتدينين إلى العلم هو محاولة دمج الدين مع العلم لجعل الدين شيء، طبعا لأن الدين مبني على خرافة، الدين ليس فيه أي حقائق واضحة، لأن أنت اللي تؤمن به ما بتشوفه ولا بتحسه ولا بتتذوقه أو تلمسه، فهو شيء غير موجود، فأنت بتحاول تقنع نفسك وغيرك بأن هذا الشيء موجود، فبتحاول تمدجه مع العلم، لأن العلم طبعا هو مبني على حقائق وهو شيء ملموس ومبني على أدلة، فبتحاول تدمج الدين الخيالي مع العلم الواقعي بحيث تصبح فكرة الدين شيء سهل او مستساغ، او باش تحس انت بشعور انك انت تسير على الطريق الصحيح. طيب أخي عثمان، يا ريت هلا تحدثنا عن، نرجع لموضوعنا وتحدثنا كيف علميا يتطور الجنين، كيف القرآن بيشرح وضعية تطور الجنين، إذا طبعا في تناقض بيناتهم. تفضل. في سورة المؤمنون يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظم عظاما مضغة عظاما فكسونا العظام لحما. وهذه يركز فيها النقطة، فكسونا العظام لحما. إذن في القرآن يقول أن الإنسان خلق المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، تمام؟ تمام. الحقيقة طبعا هذه آية في التفسير مثلا أو في الأحاديث عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله. طبعا عبد الله بن مسعود هذا يسمى فقيه الأمة، يعني هذا مو شخص عادي، هذا من فقهاء الأمة. قال: أن أحدكم يجامع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ركز في الأرقام، 40 يوم يكون نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم تانية يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم تانية يكون مضغة، ثم يرسل الله إليه فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتاب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. عن حذيفة بن أسيد قال، حذيفة هذا أحد الصحابة اللي بايعوا الرسول تحت الشجرة: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليه ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ يعني الملاك يستأذن من الله: أهو ذكر أو أنثى؟ شو بتريد أنت؟ شو بتحب أخليه ذكر ولا أنثى؟ يا الله. فالله يختار فيقضي ربك ما شاء. بينما العلم الحديث والطب المثبت علميا يثبت أن النطفة، ما يسمى بالنطفة، تعيش 72 ساعة فقط بجسم المرأة كحد أقصى هذا، يعني مو 40 يوم، مو 40 يوم نهائي. جنس الجنين ذكر أو أنثى يتحدد من لحظة التلقيح وعند اكتمال الدي ان ايه، ويحدد ذلك وجود الكروموسوم. وفي اليوم 9 يبدأ اللحم بالتشكل أولا وليس العظم، ذلك عندما تلتحم البويضة الملقحة بجدار الرحم وتبدأ هذه البويضة بامتصاص الغذاء من الأم. في اليوم 21 بالضبط يظهر الجنين ويمكن تسجيل نبضات قلبه، تمام؟ السمع والبصر والعظام والعينين والأذنين والعمود الفقري والإلخ تبدأ بالتشكل في اليوم 28. عظم الحنك يبدأ بالتكون ابتداء من اليوم 50. في الأسبوع 10 يبدأ تشكل غضاريف الجنين وعظامه الباقية، تمام؟ وهذا كله يتنافى نهائيا مع
أكذوبة الإعجاز العلمي للقرآن أن الجنين يتكون عظاما ثم كسون العظام لحما، وهذا دليل قاطع أن من قال هذا الشيء شخص لا يعلم أي شيء على علم الأجنة أو على فكرة تكون الجنين، بل كان هو مجرد هرطقات وتصورات بسيطة في المستوى. طبعا لأن المجتمع كان بدوي، ما في أدلة وتكنولوجيا وما في علم، فأنت ممكن تتخيل أي شيء وتفسر أي شيء بأي طريقة، وهذه المشكلة، وهذا مربط الفرس اللي احنا نختلف فيه مع المسلمين أو أي شخص متدين. أنك أنت تحاول تقنعني أن شخص قبل 1400 سنة كان يعرف كيف يتكون الجنين، وتحاول تثبته أن هذا الشخص يعرف تفاصيل دقيقة في علم الأجنة وعلم الوراثة وعلم تكون الجنين في بطن الأم، هذه مأساة، هذه كارثة جدا كبيرة أخي جون. للأسف أخي عثمان، للأسف يعني في ناس، يعني هن مثل ما أينشتاين قال لك، يعني المؤمن يتعلق بقشاية، يعني مثل الغريق اللي يتعلق بقشاية بصراحة، يعني يريد أن يقنع نفسه حتى لو وهما أنه على الطريق الصحيح، أنه دينه صح، أنه يعني ماشي بالطريق الصحيح، حتى لو كذب على نفسه، حتى لو جيت انت شرحت له او طبيب شرح له او اي انسان شرح له، يا اخي الكلام الموجود بالقرآن خطأ، يا خطأ علميا، يعني المختبرات والعيادات الموجودة يعني اليوم عم تشتغل 24 ساعة على الاختبارات وعلى الاشياء هاي، وكلام القرآن كلام قديم، يعني يحكي عن إنسان يشوف بالظاهر وهرطقات، يعني مثل ما قال. ولو بالفعل في شيء اسمه إعجاز، يعني كل هالاختراعات اللي اخترعها الملحدين يعني علمهم، طيب اعطونا بدل ما تجي تقول ها كانت عندي من 1400 سنة وهي موجودة بالقرآن. طيب قبل ما يخترعوا الكفار هذول الملحدين، اجتمعوا انتوا وجيبوا هيئة من العلماء المسلمين، هل الشيوخ الحويني والعباقرة مثل يعقوب وغيرهم، اجتمعوا وجيبوا هالقرآن، أو خلي جماعة الإعجاز العلمي، يعني بهلول النجار وغيره وغيره، أنا ما بذكر أسمائهم للأسف، يعني أنا ما بوسخ بدماغي أسماء النصابين هدول، خلي يجيبوا آية يقولوا يا جماعة على أساس الآية في اختراع فلاني، تعوا يا مسلمين خلونا نقوي اقتصادنا، نقوي نكون نحن أقوياء. فيا ريت يعني إذا في شيء اسمه إعجاز عندكم. للأسف خلينا ننتقل لموضوع تاني أخي عثمان. نحب نتكلم على الأرض وفكرة أن الأرض هل هي كروية أو غير كروية كروية الأرض، كروية الأرض، يعني طلع أمس علينا شخص بهلول يعني يقول إن نحن كمان عنا علماء ونحن عنا عقل ونحن عنا فكر، الطيارة من طلع لفوق لازم تستنى بشان الصين تجي لعندها، يعني في مسخرة على هو. نورنا بنورك، تفضل. تسلم صديقي. طبعا الشخص هذا اللي تحكي عليه هو اسمه بندر الخيبري، هذا طلع في أحد القنوات، وطبعا هذا الشخص لا يحاسب، يعني الشخص مسكين. ليش؟ لأنه هو ما اخترع الكلام هذا، هو الناس اللي مقتنع أنهم علماء بين قوسين أو مفسرين، وهو مؤمن بيهم، فمجرد هو بيعيد الكلام اللي درسه. وانت مثل ما بتعرف ان الشخص المؤمن يشوف يرى الحقيقة من أذنيه مو من عيونه، لأن الشخص المؤمن لا يمتلك عيون صديقي جون، فهو يستمع فقط ويكرر ما استمع إليه فقط. فهذا بندر الخيبري وقال إن الأرض لا تدور، وأعطى مثال، كان ماسك كاس على ما أعتقد، وأعطى مثال قال مثلا إحنا لو طلعنا من مطار الشارقة ورايحين للصين، وإذا الطيارة وقفت، فإذا كانت الكرة الأرضية تدور إذا يجب أن الصين تأتي وليس نحن نذهب إلى الصين. وطبعا رد عليها الشيخ محمد المسعري، لو تعرفه، ممكن أي حد من المشاهدين يدخل على الإنترنت ويتفرج على الفيديو هذا.
فمحمد المسعري بيضحك على بندر الخيبر بيقول هذا شو مخلوق فضائي هذا ولا مجنون كيف فضحنا قدام العالم وقال إن الأرض لا تدور، فضحك عليه. وهو نفسه هذا محمد المسعري اللي ضحك على بندر هو نفسه بيؤمن أن محمد طار بحصان مجنح في الإسراء والمعراج وأن محمد شق القمر. وهذه قصة انشقاق القمر نتمنى نعمل عليها حلقة لأن هذا موضوع يعني عندي فيه كلام كتير مثل ما بيقولوا. على كل حال برنامجك جاي وممكن تعطي اللي بدك إياه. تسلم أخي تسلم. فشوف أنت التناقض المسلمين مع بعض، يعني هم كلهم في نفس مستشفى المجانين، بس في اللي حالته مستعصية وفي اللي حالته ياخذ أدوية يعني، وفي بس كلهم مرضى، كلهم فكريا في عطب وخلل في عقولهم. يعني أنت بتضحك على شخص ما بيأمن أن الكرة الأرضية تدور، وفي نفس الوقت ما تضحك على حالك أنك أنت تؤمن أن رسولك شق القمر وأن رسولك كان بيطير على حمار مجنح أو حصان أو البراق ما يسمى، أو غيره وغيره وغيره من الإعجاز العلمي ما يسمى ومن من المعجزات. فهنا التناقض للمسلم. فأنا دائما لما بشوف الشتائم وبشوف المواقف مثل هذه فبضحك. ليش؟ لأن بقول معليش ما في مشكلة، في الناس البشر هادو بيؤمنوا أن في حدا كان عايش في بطن حوت، أو حدا بيحكي مع هدهد، أو حدا كان عنده عصا يرميها تصير تعبان. فأنت كيف تتفاهم معه هذا؟ يعني هم بيضحكوا علينا وهو الضحك عليهم مثل ما بيقولوا، هذا مثل ليبي بيقول تضحك والضحك عليك. للأسف احنا بنبكي عليهم ما بنضحك عليهم مع الأسف. فدوران الأرض هذا بنعطيك عليه موضوع، يعني بنعطيك عليه تفسير موجودة من كبار الشيوخ. بس قبل ما نتطرق للموضوع هذا نحب نعطيك نبدأ على أن الأرض في الإسلام مثل ما قلنا غير كروية. طبعا الكثير في الوقت الحاضر يعلق ويقول لك كيف يا جاهل تتهم المسلمين بأنهم لا يعرفوا أن الأرض كروية. إحنا نعرف الكلام هذا ومؤمنين به، بس نعطيك آيات قرآنية وتفسير وشوف أنت معي. وإلى الأرض كيف سطحت، سورة الغاشية الآية 20. كل المفسرين بدون أي استثناء، كل المفسرين قبل إثبات كروية الأرض كانوا يقولوا أن الأرض مبسطة، أي مدت ومهدت. مثلا في تفسير الجلالين لتنوير المشاهد، الجلالين هادو جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي هذا بدأ بتفسير القرآن من سورة الكهف حتى سورة الناس، بعدين توفي فأتى جلال الدين السيوطي وأكمل العمل، فبدأ بالتفسير من سورة البقرة حتى سورة الإسراء. وأي شخص ممكن يشوف المعلومات هذه باش يتأكد منها إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة. فالجلالين هادو في تفسيرهم للآية وإلى الأرض كيف سطحت قالوا وإلى الأرض كيف سطحت، أي بسيطت. مثلا في سورة الحجر آية 19، والأرض مددناها، تفسير القرطبي، هذا من نعمه أيضا ومما يدل على كمال قدرته. قال ابن عباس بسطناها على وجه الماء. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، سورة قاف آية 7، تفسير القرطبي كذلك. والأرض مددناها أي بسطت الأرض طولا وعرضا. سورة الداريات هذه حساسة شوية لأن هذه كلهم بيحكوا عليها. والأرض فرشناها الآية 48، تفسير القرطبي أي بسطناها كالفراش على وجه الماء ومددناها فنعم الماهدون، يعني فراش على وجه الماء. والأرض جعل لكم والله جعل لكم الأرض بساطة، سورة نوح وإلخ وغيرها وغيرها. النازعات الآية 30، والأرض بعد ذلك دحاها. وهذه اللي كل المفسرين يتلاعبوا بالألفاظ ويقول لك دحاها، هذه من يعني هي مثل دحي النعام، وهذا دليل على أن الكرة الأرضية يعني بيضوية الشكل، وهذا دليل على الإعجاز العلمي، وهذا كله هرطقات وكذب ولا عنده علاقة بأي دليل علمي. لأن كلمة دحاها معناها في التفاسير وفي المعجم اللغة العربية هي بسيطة، يعني مبسوطة، ولا تعني بيض الدحية أو مكان بيض النعام أو كل هذا الكذب.
إذن الأرض في القرآن هي ليست كروية، خلاصة الكلام حسب قوله أفلا ينظرون إلى الأرض كيف سطحت. يعني الأرض في التفسير الإسلامي الأرض مسطحة ومفروشة طولا وعرضا كالفراش الموجود على الماء، وهذا كلام طبعا قبل 1400 سنة يكون منطقي، لأن أنت لم تخرج خارج الكرة الأرضية ولم ترى الأرض شكل الأرض، فأنت بتشاهد بعينك على مد البصر بتشاهد أن الأرض مبسوطة ومفروشة. وهذا دليل أن الشخص اللي كان يتكلم محمد يتكلم على المواضيع هذه كان شخص مجرد يشوف بعينه ويحكي، يعني ما كان عنده أي دليل أو أي، وهذا يبطل طبعا فكرة الإسراء والمعراج، لأن إذا كان محمد طلع إلى سابع سماء وذهب لمقابلات ربه ورجع، فإذا شاف الكرة الأرضية كيف شكلها من خارج، وإذا لكان علم أن الأرض كروية وقال أن الأرض كرة وتسكر الموضوع. بس هذا دليل أن الشخص هذا لم يكن يعلم أي شيء على تكوين الأرض أو شكل الأرض، ولم يكن له أي دراية على بهذا الموضوع. فنتطرق لموضوع تاني، وهو مكمل ولا عندك سؤال أخي جواد؟ بس خد راحتك كمل. بس انا يعني مسألة كروية الأرض، يعني كيف ممكن نفهمهم لأحبائنا المسلمين أهلنا بصراحة، إنه كيف نفهمهم إنه الأرض كروية بمعنى الكلمة، يعني كروية، كيف هي كروية؟ كيف ممكن نفهمهم إنه هي، يعني شو هي الآلية، الوسيلة، الطريقة إنه نفهمهم إنه كروية؟ تفضل. طبعا طبعا في الوقت الحاضر المسلمين كلهم وعلماء المسلمين يؤمنون بأن الأرض كروية، لأنها أصبحت حقائق علمية، وإحنا طبعا بندرس في المدارس وفي الجامعات أن الأرض كروية. بس المسلم طبعا لا يكل ولا يمل ولا عمره يعترف بخطأه، فبيحاول يلف ويدور مرة تانية وبيحاول يثبت أن بص وشوف أن القرآن صحيح، لأن بيقصد بالآيات هذه أن الأرض كروية، بيعمل نفس المشكلة. يعني ما بيفكر بالخطأ الواقع فيه، بل شنو يعمل؟ يصبح يفكر كيف يحور الآيات وكيف يتلاعب بالألفاظ اللغوية لكي يجعلها تتوافق مع العلم ومع الأفكار العلمية والأدلة العلمية. فهذه المشكلة اللي موجودة، فأنا يعني مش محتاج إن أفسر كيف أن الأرض كروية، أعتقد أن العالم كله يعرف أن الأرض كروية وحتى المسلمين. بس اللي حبيت نقوله أن كيف أن الإسلام ولا مفسرين الإسلام يحاولوا يثبتوا العكس لغاية ما ثبت علميا أن الأرض كروية، فأصبح الموضوع يعني لا يحتاج إلى كلامه تفسيره. تفضل أخي جون. موضوع كروية الأرض ما أظن يحتاج لناس تحكي فيه أصلاً، يعني موضوع منتهي، يعني مثل كروية الشمس، يعني الله الشمس إذا تنظر لها وتقول أنها مربع أو مسطح، ف يعني أكيد ما راح تقدر تقول لأنه شايفها قدام عينك، والأرض يعني رؤيت، فاللي يعاندون يعني طبعاً يحاولوا يغطوا الشمس بالغربال مثل ما طبعاً بنقول. طبعاً. هلا اعطيك، انا هعطيك ادله تانية، بس تشوف الشيوخ هادو يا اخي لا يستحوا، لا يستحوا، ناس ما بتستحي، يعني احنا بنقوله دمه دمه بارد، يعني العلم بيثبت لك شيء وانت ما زلت تتفلسف وتحاول انك يعني تتكابر على العلم، وبتحاول تثبت انك انت صح وعلى حق. يا أخي استحي على نفسك واعترف بأنك أنت ودينك كله خطأ، وإذا قلت أوكي ديني خطأ في النقطة هذه بس أنا مقتنع بيه وبحب أكون على خطأ، ما ممكن أحترمك وأقول لك خلاص خليك على خطأ. بس لما تكابر وتحاول أنك تطلع العلم خطأ لتثبت أنك أنت الصح، يعني هذه كارثة. يعني وهذا الشيوخ في بعض منهم لحد الآن في أواخر يعني
الألفينات في أواخر الأعوام السابقة، وفي التسعينيات وفي الثمانينيات، يعني في مرحلة أوج العلم، ما زالوا يتبجحون ويخرجوا على القنوات التلفزيونية ويتكلموا في مواضيع يعني مو أهلها هم أصلا، هم ناس مو دارسين يا أخي. هو عالم في شوف، أنا ممكن أكون عالم إسلامي، أنا اليوم ممكن إذا كنت مسلم ما أقرأ عليك آيتين وتفسير البخاري وشوية صحيح مسلم وخلاص، وتصير أنت شيخ وعلامة. شو هو يعني، شو هو في الإسلام اللي هو واو يعني؟ هل فيزياء الكم، أو هل قوانين نيوتن ولا أينشتاين الموجودة في القرآن؟ يا أخي اقرأ كلمتين وتفلسف شوي تصير شيخ. أنا هلأ ممكن أعطيك أدلة تثبت لك أن العلم كله على خطأ حسب التلاعب بالألفاظ والكذب الإسلامي يعني. بس هذه المشكلة، إحنا اللي أساليب رخيصة للأسف، تعبنا يا أخي، كرهنا حياتنا يا أخي. لما تشوف هالشيوخ وتشوف عائلتي وعائلتك وأطفال وأجيال كل يوم تتفرج على التفاهات هذه وبتؤمن بها، يعني خلاص خلاص أصبح الموضوع مقيت، أصبحت المسرحية بائسة يعني. ما إحنا خلاص مرة كالحمضل. بالضبط بالضبط، للأسف يستعملون أساليب رخيصة والناس تسمع لهم، والمشكلة إنه هم يسترزقون من هذه الهرطقات والتفاهات والخرافات، ونحن نموت برصاص الجهل، يعني نحن نموت بقنابل الجهل من كل هالخرافات هاي، يعني سبب تدميرنا هن يعني للأسف. طبعا العصور المظلمة، ما زلنا عايشين في العصور المظلمة، احنا في 2016 حاليا أخي جان، ولكن الدول الإسلامية تعيش في العصور المظلمة. يعني أنا أعطيك أمثلة ثانية، يعني أنا مليء اليوم، مليء بالموضوع هذا، لأني خلاص فعلا تعبت، تعبت يوميا يعني لما أتفرج على التلفزيون وأشوف الكوارث اللي تقوم بها الدول الإسلامية. يعني خلاص خلاص، أجيال ضيعتوا شبابنا، إحنا ضعنا، وبدكم تضيعوا أطفالنا، وبدكم تضيعوا بناتنا، وتضيعوا يعني جيل، أجيال وراء أجيال بتضيعوها كل فترة. ليش؟ خلاص احترموا حالكم يا أخي، واعرف قدرك بين المعالم. أنت لا شيء، أنت كعلم أو كعلامة إسلامي أو كإمام أو شيخ أو فقيه، أنت تساوي صفر على الشمال، ليس لديك أي وزن مقارنة بأي فكر، يعني لا شيء لا شيء. ما عندي شو أقول يعني. شوف أعطيك، شوف المسرحية أنت، واضحك معي اليوم. القرآن يقول يوجد بالأرض سبع طبقات تحت الأرض، ما في الآية، آية سورة الطلاق آية 12، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. من تفسير ابن كثير، اسمع السخافة، اسمع السخافة، عن ابن عباس قال، طبعا ابن عباس احنا تكلمنا عليه شكون، قال الله الذي خلق سبع سماوات، يعني السماوات سبعة، ومن الأرض مثلهن سبعة حتى الأرض، قال سبع أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. يعني شو هالقمة الجهل، كوميديا سوداء للأسف. يعني في واحد مثلك هلأ في الطبقة الثانية بالأرض، أنت موجود وأنا مثلي واحد ثاني. من تفسير القرطبي، دل على كمال قدرته، أي قدرة الله، وأنه يقدر على البعث والمحاسبة، ولا شوف ركز معي في الكلمة هذه، ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضها فوق بعض. يعني المسلم قال لك لا خلاف أن السماوات سبع، شو هو الدليل العلمي اللي تبتى أنت أن السماوات سبع طبقات؟ لا يوجد أي شيء إلا كلام محمد على الإسراء والمعراج، حين قال أن بين السماء أن السماوات عددها سبعة، وبين السماء والسماء مسيرة 500 عام. هذا كلام هرطقة لا فيه أي دليل علمي، في حديث الإسراء والمعراج وغيره طبعا، وهذا دليل أن هم لا يعرفوا أي شيء على العلم. إذن الطبقات الأرض كذلك سبع طبقات، والضحاك حتى هو قال نفس الشيء، ومن الأرض مثلهن، أي سبع من الأراضين، ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السماوات. وفي نفس، وهذا نفس الكلام في الترمذي والنسائي. يعني شوف قمة الجهل للأسف، قمة الجهل. وللأسف يعني أخي عثمان بهالنقطة بالذات، يعني يلا في
الأوتار أو الأكوان المتعددة، خلينا نقول يعني، بيقولوا هاي إعجاز علمي، سبع طبقات إعجاز علمي، يعني العلماء هلا عم بيكتشفوا، عم بيفكروا بنظرية الأكوان المتعددة، ويعني يعني تصور لوين وصلت التفاهة، إنه بصراحة مثل ما قلت يعني واحد ما بقدر بحكي بسبيشلس يعني هالترهات هاي، يعني هل من المعقول نظرية الأكوان المتعددة تربطها بالطبقات السبع الأرضية تحت الأرض، تحت الأرض دخول تحت الأرض في غير هذا هو التلاعب الإسلامي، هذا الفلسفة الشيوخ المقيتة، هذه حقارة المفسرين الإسلاميين اللي يحاولوا يتلاعبوا بالألفاظ ويحاولوا يعني بيعملوا الدين بيصير مثل جاكيت أو بدلة بتلبسها، بيفصلوها على مقاسهم كيف ما بيحبوا هم. وهذا الشيء اللي أنا وأعتقد أن كل شخص يفكر وصادق بينه وبين نفسه يجد نفسه سئم من هذا الموضوع وتعب. صحيح صحيح للأسف. طيب أخي عثمان، إذا بتحكي لنا عن حركة وجريان الشمس. تمام تمام. بس أحب أقول للمشاهد بس كيف أن الأرض، طبقات الأرض كيف تتكون. طبعا الأرض فيها القشرة الأرضية اللي هي الأولى، واللي هي طبعا في بعدين بعدها الغلاف الصخري، بعدين الغلاف المائع، وعندك طبعا هذا اللي يتكون في هذول كلهم يكونوا في منطقة اللي ما يسمى بالوشاح العلوي، وبعدين عندك منطقة الوشاح السفلي، بعدين اللب الخارجي واللب الداخلي، وبعدين عندك المركز أو مركز الكرة الأرضية. هو هذا ببساطة جدا، طبعا إن هذا موضوع جيولوجي بحت ويعني فيه تفاصيل كثيرة، فأنا ما نحبش نتطرق إليها، بس بصورة مبسطة للمشاهد البسيط هذا هو شكل الكرة الأرضية، لا سبع طبقات فوق بعضها البعض، لا طباقا، لا أم أحزنون، هذا كل ترهات ولا عنده أي علاقة بالعلم. نرجع لموضوعنا وهو جريان الأرض الشمس، وهذا موضوع مهم جدا، وهذا أهم موضوع نحب نحكي عليه اليوم في الحلقة. القرآن يقول في سورة ياس: والشمس تجري لمستقر لها. قال الشيخ السعدي في تفسيره: أخبر الله أن الشمس والقمر والنجوم تجري إلى مستقر لها. الشيخ صالح الفوزان: لا شك في ذلك، بأن الأرض ثابتة. اسمع اسمع الكلام، هذا شيوخ، هذا مو مسلم عادي، هذا مو مسلم البسيط، هذا شيخ، هذا اللي بيدرس الإسلاميين وبيفهمهم، هذا علماءنا، هذا الناس اللي المسلمين بينحنوا أمام نماذج مثل هايلي. فشو بيقول الشيخ صالح فوزان: لا شك في ذلك، بأن الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، وهذا مدلول الكتاب والسنة. يعني أي مسلم يتبجح ويقول إحنا الملحدين بنتهم الإسلاميين بأنهم ما بيقولوا أن الأرض بتدور، فأتحدى أي شخص من المسلمين يروح للشيخ صالح الفوزان ويسأله ويقول له: هل الأرض تدور أو لا تدور؟ فمثل ما قال هو: لا شك في ذلك، بأن الأرض ثابتة والشمس تدور عليها، وهذا مدلول الكتاب والسنة. في أحد الجرائد، مع الأسف ما مو متذكر اسمها، قالت أن ابن باز قال الشيخ ابن باز في رده على من يقول أن الشمس ثابتة والأرض تدور عليها أن هذا الكلام ينافي الكتاب والسنة، وإذا قال معتقدا ذلك فقد كفر. يعني الشيخ ابن باز قال إن أي واحد بيقول أن الأرض هي اللي بتدور على الشمس مو العكس فقد كفر. لما صار الضجة بعد ما المقالة هذه انتشرت في العالم العربي والعالم الإسلامي، وبعض العلماء والمفكرين انتقدوا كلامه، فابن باز نكر الكلام هذا. أي قارئ، أي واحد يحب يبحث لكي يتأكد من الكلام اللي راح أقوله الآن، أنا مش عارف كيف أحكي ليبي ولا لبناني ولا، فاللهجة الليبية صعبة شوية، فبنحاول نبسط. أظن خليك على طريقك اللي عم تحكي فيها هلا، مفهومة جدا يعني، وكثير أظن أغلب الناس بيفهموها، فياريت تكمل على نفس الوتيرة. شكرا.
ونتمنى ان المشاهد ما يكون مشوش معي، لاني انا في افكاري منظم، بس طريقة الإلقاء لأني مش عارف أي لهجة أستخدم، فبفكر شوية قبل ما أتكلم. ما علينا. فابن باز بعد ما صدرت هذه المقالة نكر في كتابة مجموع فتاوي ومقالات متنوعة، تأليف عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، طبعة ابن القاسم، الجزء التاسع صفحة 157. تمام؟ تمام. يعني أي حد بده يتأكد من الكلام هذا يشوف الكتاب هذا، شوف شنقال، شوف شوف، وتسألونا وتقولوا داعش من وين إجت وش ولا، وداعش لا يمثل الإسلام. داعش إذا قرأت كل كتب التفاسير يعني وطبقتها فهذا هو الإسلام. يعني إذا أنت قرأت الإسلام بصورة جيدة وقرأت كل الكتب التفسيرية وفهمت كل المفسرين شو بدهم يقولوا لك، عندك حلين يا أخي جون، يا بتصير ملحد يا بتصير داعش، ما في حل ثالث، ما في حل ثالث. هو هذا الإسلام، يا تفكر بعقل وتترك وتعرف أن هذه ترهات، يا تصير إرهابي. يعني شوف شن قال، ليش يعني شوف شن قال في الكتاب، قال إنما في المقالة هذه، إنما أهدرت في المقال من قال أن الشمس ثابتة لا جارية. يعني هو قال أنا ما أهدرت دم اللي قال الأرض بتدور ولا ما بتدور، بس اللي بيقول أن الشمس ثابتة فأنا أهدر دمه بعد استتابته، وما ذلك إلا لأن إنكار جري الشمس تكذيب لله سبحانه، وتكذيب لكتابه العظيم، وتكذيب لرسوله الكريم، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب الله ورسوله أو كتابه فهو كافر، كافر حلال الدم والمال، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وليس في هذا بحمد الله نزاع بين أهل العلم. يعني شوف الإرهاب، يعني أنت قال أنا لا ما قلت اقتلوا اللي قال الأرض بتدور، بس لو قلت أن الشمس ما بتتحرك ومو جارية إذن أنت كافر. يعني إحنا كنا كفار، حتى المسلمين كفار، إذا أنت آمنت أن الشمس ما بتدور وما بتتحرك وغير جارية إذا أنت كافر ويجوز قتلك. وبعدين بيسألوك يقول لك الإرهاب من وين إجا؟ الإرهاب دينه الإسلام يا جماعة، الإرهاب دينه الإسلام. ويضحك علينا من يقول إنه الإرهاب لا دين له. طبعا المسلم البسيط أخي جون ما بيعرف الكلام هذا، ما بحث في الكتب الإسلامية، فالمسلم البسيط يعرف أنه يقول لك صيم، أقم الصلاة 5 مرات، الزكاة، والروح الحج، خلاص أنا مسلم وحياتي سعيدة. ما بيعرف شو هو الإسلام الحقيقي. يعني حتى الناس اللي بيشتمونها في التعليقات، أنا متأكد الناس هذو لو داعش دخلت عليهم سوف تطبق عليهم الحد، لأنه ليسوا مسلمين. تلقى يدخن أو يشرب الكحول أو يزني ومع ذلك يقول لك لا أنا مسلم. هذا المسلم الكيوت اللايت، المسلم الحلو الأمور اللي بيحاول يكون يتماشى مع العصر. هذا ليس الإسلام، هذا هو الإسلام اللي نتحدث عليه أنا وياك اليوم، هو الإسلام، هذا هو الإسلام الحقيقي. ومع الأسف الناس ما بيعرفوا حقيقة الإسلام. صحيح، للأسف للأسف للأسف. نكمل لك النقطة هذه بس. الشيخ ابن عثيمين حول دوران الشمس، شوف شن قال. طبعا هذا شو اسمه، أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمي الوهيبي التميمي. شوف شن قال، قال فقال الأدلة الشرعية الإسلامية تثبت، شوف شوف شن تثبت، أن الشمس هي التي تدور على الأرض وبدورتها يحصل تعاقب الليل والنهار، وليس لنا أن نتجاوز ظاهر الأدلة إلا بدليل أقوى من ذلك يسوغ لنا تأويله. يعني شو معنى الكلام هذا؟ ركز في النقطة هذه. يعني إذا العلم القرآن بيقول أن الشمس هي اللي بتدور وإحنا كنا كمسلمين متفقين عليه، بس إذا أثبت العلم بصورة قاطعة العكس، فإحنا ممكن أول القرآن ونفسره ونفصله بحيث يتماشى مع الكلام هذا، وهذا ما قاله أي شخص
نتمنى يدخل على اليوتيوب ويشوف ما قاله القرضاوي على نظرية التطور. لما سئل على نظرية التطور شو قال؟ قال احنا نظرية التطور لسه مش مثبوتة انها حقيقية، بس لو ثبتت احنا نقدر نتلاعب بالآيات ونحاول نجملها بحيث نخلي نظرية التطور توافق القرآن. قال هو قال بالحرف انه بنقدر نأول، يعني نأول بالضبط. صراحة عثمان، انا بسنة 2002 في إذاعة عربية كانت موجودة بلندن، وما بعرف إذا موجودة لحد الله لأنه ما تابعت من زمان. في شيخ، أنا لا أحفظ أسماء الشيوخ يعني، بهاي ما تقولوا أنا أحفظ أسماءهم ولا أريد أن أحفظ أسماءهم صراحة. في شيخ بكل صراحة قال إذا أثبت العلم شيء نحن بنرجع القرآن من أوله كما يناسب العلم. وهذا ضحك على اللحى يعني، يعني مثلا على مدى 1400 سنة 1300 سنة بعد ما طلع الإعجاز مسألة العلم وهالمسائل، يعني على مدى 1300 سنة فسروها شيء والناس مقتنعة أنه هذا التفسير الصح. ولما بيجي العلم بيطالع حقيقة معينة تجي تلغي كل هالتفاسير هاي، بتحطها على جنب تبدأ تضحك على الناس. يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد. ممكن تعلق لي بهالنقطة هاي على الشمس تغيب في عين حمئة؟ يعني أنا لا ما أقدر أمسك حالي من الضحك بصراحة، يعني للأسف. تفضل. طبعا هو الـ زي ما قلت لك اللي بي يعني مش عارف شو بقول، خلاص انا عجزت فعلا عن يعني اليوم الشمس اللي اكبر من الكره الارضيه بكاملها مليون و300 الف مره يا جماعه، طبعا 300 الف مره او يزيد يعني حسب تقدير العلماء. هل من المعقول يعني وين بدك تحطها؟ باي عين؟ باي مجرى؟ انها بتروح بتسقط في بئر، في عين حاميه مثل البئر، وبعدين ترجع مرة ثانية. وفي التفاسير الإسلامية شو بيقول لك؟ شوف يعني هذا حديث عن محمد، يعني مو تفسير بس، حديث بيقول أن ما معناه أن الشمس عندما تمشي تغرب تذهب لكي تغرب، فهي تذهب لتسجد في عرش الرحمن، يعني تسجد أمام الله وتطلب من الله أن تبقى في الجنة يعني مع في العرش، ولكن الله يقول لها ارجعي. فلما ترجع هذا وين ما يكون مرحلة الشروق مرة ثانية. وهذا حديث، هذا مو تفسير، يعني ممكن نقول تفسير على خطأ، هذا حديث عن محمد. عن محمد يعني الله كل يوم هاي شغلته، كل نهار بيقول لها للشمس روحي، بترجع بتقول له، برجع بقول له روحي، بترجع بتقول له بدي، يوميا يوميا يا جماعة، يوميا بتروح بتقول له يا الله انا بدي اكون معك هون، خليني هنا وانا مش عارف شني. هو الله يقول لا 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 ارجعي انا ما بدي اياك لسه، ارجعي. فترجع فياتي الشروق، يعني قمه السخافه، مزاجي تضحك على العقول يا اخي، تضحك على عقلي يا اخي. ممكن قبل 1400 سنه تضحك علي، بس هلا ما تقدر تضحك علي، لا انت ولا احسن شيخ ولا اكبر شيخ عندك في السعوديه او في اي مكان، لان خلاص احنا 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 مش علماء، او احنا مجرد ناس شجعان نفكر بصدق ونتحدى اي شيء غير منطقي. بس هذا هو الالحاد، احنا ما بنكره اي دين او ضد اي شيء. احنا ما تيجي تقنعني بالتراهات هذه يا اخي وتقول لي احترم ديني، ما بحترم دينك، انت اجبرتني اني امن بخرافات، انت اجبرتني ان تدرسني الكلام التافه هذا كل يوم، وبعدين تقول لي احترمني. كيف احترمك يا اخي؟ احترمك لما روح انت صلي لحالك واقفل فمك، لا تتحدث عن العلم، روح صلي واعبد ربك الغير موجود الوهمي واخرص، ولكن لا تتبجح ولا تقتلني ولا تعذبني باسم دينك يا اخي. من هو اللي المفروض يحترم الثاني؟ انت تحترمني ولا انا احترمك؟ ما فهمتش انا، يعني شكون المفروض يحترم الثاني؟ يعني للاسف وبصراحه ما بتعرف شو تحكي تقول لهم. يعني يلا احترمني، في شخص بعت لي رساله قال انا كنت منزل منشور على صفحتي في الفيسبوك، ف
فقال لي رجاء لو تمحي المنشور هذا لأنه بيمس كيف بيجرح مشاعري كمسلم وبيمس عقائدي، لازم تحترم عقائدي. يعني اليوم انت عقيدتك هي اللي تتبجح فيها انه انا لازم احترم، اول شيء بتأمر بقتلي، ثاني شيء بتشبهني للحمار، ثالث شيء بتشبهني بكل انواع الحيوانات اللي انت بتبغضها، ومسبات وشتائم وتهديد وقتل، واجي احترمك على ولا احترم مشاعري، مشاعري تنجرح. يا سلام، مش قد مشاعرك رقيقة. طبعا المسلم فقط عنده مشاعر، احنا ملحدين ما عندنا مشاعر. مشاعرك تفضل، احنا مصنوعين من البلاستيك، الملحد مصنوع من البلاستيك ولا ستان ستيل، يعني ما عنده مشاعر. المسلم فقط اللي مشاعره واحساسه مرهف، وانسان يعني كيف رقيق المشاعر مثل ما شاعر يا اخي، كلهم شعراء يعني شعراء وكلهم مرهفي الاحساس ويعني شو تحكي عنهم، لما بدخلوا يعني بزعقوا بالجوامع على فلان كافر وقتل فلان وقتل فلان وعلان يعني يطلع لك مثلا مفتي داعش، مفتي داعش هذه فتوى، وضحكته على ملا لسانه، حتى الأطفال ممكن تقتلهم، الرسول قال وهم منهم، يعني على الأطفال. فعن شو عم تحكوا انتوا شوية همج، يعني للأسف للأسف اضطرونا نحكي هيك بهالطريقة بهالأسلوب، انه همج، انتوا همج طبعا. شاعر عم تحكوا عنا. في غياب الفكر والعلم والمنطق يا أخي جون، يتحول الإنسان إلى وحش. للأسف فلما يكون الإنسان تفكيره بسيط، يعني بالطريقة هذه، احنا تو أعطيتك آيات وبعض التفاسير، والإنسان والمسلم يؤمن بالكلام هذا، يعني عقله بسيط سطحي، مع احترامي طبعا أنا لا أهين أي شخص، بس مع الأسف المسلم أو المؤمن بصفة عامة مهما وصل إلى العلم، إلى مرحلة من العلم والتفكير والجاد، لكن مستحيل مستحيل يكسر الحاجز هذا، لأنه صعب جدا أنك تكسر. اللي يدخل في الإسلام هذا مفقود، والخارج منه مولود. كل تأكيد. فتصبح أنه مهما كان عنده مراحل، يعني ممكن تلاقي دكتور أو عالم فيزياء أو رياضيات بس مسلم. ليش؟ لأنه في المستوى العلمي يكون عنده إيمان، بس عقله سطحي في مستوى ثاني. فصعب صعب أنك تخلي شخص مثل هذا يفكر بصورة صحيحة ويكون صادق مع نفسه. طبعا الخوف، والله يعني كتر الله خيره مثل ما بيقولوا، يعني كفى ووفى التهديدات بالحرق والقتل والتعذيب في الجهنم وكذا وكذا، بتخليك يعني تكون جبان، تخاف من المخلوق اللي بيعذبك هالعذاب الأبدي. أعتقد أخي عثمان إنه هلا بتلاقي دكاترة مثلا مسلمين مثل ما قلت، علماء فيزياء، يعني المشكلة في النظام التعليمي عنا، يعني هلا مثلا الطبيب، هذا الطبيب صح، إمتى بدرس الطب؟ إمتى بتعرف على لما بدخل كلية الطب؟ يعني بس تيجي بالمدرسة مثلا، بالمدارس، هل المدارس عنا تعلم نظرية التطور أول شيء، حتى يكون مبني بناء صحيح علمي حقيقي مثلا، لحتى يصل مرحلة الجامعة يفهم مرحلة التطور، حتى يجي يدرس الطب بكل معنى الكلمة أو الفيزياء أو غير شيء؟ لا، هن بالمدارس، أنا أذكر في نظامنا التعليمي البائس للأسف، كانوا يقولوا لنا الإنسان كان أصله قرد. يعني أنت شو عم تدرس طلاب يعني الإنسان كان أصله قرد؟ يعني القرد اللي قردك مثل ما بقول، يعني طبعا مع الأسف، لأن المجتمعنا كله أخي جون مغسول الدماغ، برين واش، يعني ما فيها، كله أفكارهم مغسولة. يعني مثل ما بيقول لك في مثل يعني حلو، بيقول لك النقش، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فأنت لما في صغرك بيصير بيعطوك كل هذه السموم وكل هذه الأفكار، فطبعا لما تكبر تصير جزء لا يتجزأ من شخصيتك ومن كيانك. فمن الصعب جدا جدا أنك تتخلص من الأشياء اللي تعلمتها في صغرك.
يعني بالإنجليزي بيقولوا old habits die hard، يعني العادات القديمة صعب إنك تتخلص منها، والدين هو عادة من العادات ومن أسوأ العادات مع الأسف. من أسوأ العادات للأسف، عادات يعني تاخذ كوكايين افضل لك من تاخذ جرعه دينيه هو للاسف. أفيون الشعوب، الدين هو أفيون الشعوب، لا يختلف عن الكوكايين. بس خليني أرجع للموضوع، بس تفضل. على ال رد الشيخ هذا على الأدلة الشرعية أن الشمس هي التي تدور على الأرض، قال لك من الأدلة الشرعية أن الشمس هي التي تدور على الأرض ما يلي: واحد، قال القرآن عن إبراهيم في محاجاته لمن حاجاه في ربه: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب، فيكون الشمس يؤتى بها من المشرق، دليل ظاهر على أنها التي تدور على الأرض، تمام؟ قال، وفي واحدة من الآيات، وهي من الآية 17 من سورة الكهف: وترى الشمس إذ طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فجعل الإزورار والقرض من الشمس، وهو دليل على أن الحركة منها، يعني دليل أن الشمس هي التي تتحرك. هذه كل أدلة أعطاها هذا الشيخ بالدليل بالآيات القرآنية على أن الشمس هي التي تدور. واحدة من الصور في من الآيات الموجودة في سورة ياس تقول، وهذه آية مهمة جدا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. شعر: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يعني الشمس تجري، هذا أحد الأدلة أن الشمس هي التي تدور على الأرض. بعدين شوف شن قال لك هنا يا أخي جون، قال لك: والشمس تجري مستقر لها، إلخ إلخ، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. وعلى فكرة الشمس والقمر أدركوا بعض في مرحلة الكسوف. في مرحلة الكسوف، مثل ما تعلم أخي جون وأعزائي المشاهدين كلهم، أن الشمس والقمر والكرة الأرضية بيصيروا كلهم في خط واحد، فبحين القمر يحجب ضوء الشمس عن الأرض. إذن الشمس والقمر بيدركوا بعض، وهذا عكس ما تقول الآية أن للقمر ينبغي أن يدرك الشمس، ولا الشمس تدرك القمر. وفي الحال في حالة الكسوف الشمس تدرك القمر، يدرك الشمس، ويكون فاصل بينه وبين الأرض، وهذا ما يسمى بظاهرة الكسوف. وعلى فكرة محمد نفسه شخصيا كان بيخاف من الكسوف جدا، لذلك كان يوصي الصحابة والمسلمين بأن يكثروا من الصلاة في فترة الكسوف. فهذه دليل على أنه لم يكن يعلم بالضبط شن هو الكسوف أو ما هو الكسوف. ولا الليل سابق النهار، بقية الآية: ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ولا الليل سابق النهار يعني مش ممكن الليل يكون قبل النهار أو النهار يكون قبل الليل. بس شو تعليقك على ظاهرة الليالي البيض اللي تحدث مثلا في سان باترسبورغ في روسيا؟ هذه في يونيو حزيران تكون شهر كامل 24 ساعة نهار، لا يوجد ليل أصلا. فكيف أنت تقول لي ولا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل أو غير أو غير أو غير؟ في أيام في الليالي البيض هذه ما بيكون في ليل أصلا. فهذا دليل أن الشخص اللي يقول في الآيات هذه لا يعرف أي شيء عن علم الفلك أو تكوين أو كيفية تعاقب الليل والنهار كيف تحدث، أو كيف أن الكرة الأرضية بتدور على نفسها وبتدور على الشمس، ولا عنده أي علم أو أي خلفية بالموضوع هذا. نعطيك من تفسير كتاب التفسير صحيح البخاري يا حبيبي، هذا الصحيح اللي ما في حدا يقدر يتكلم عليه، صحيح البخاري هذا بعد القرآن والأحاديث. شو قال في سورة ياس: باب: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيدة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي درة عن 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 انت شوف العن بس لغاية ما يطلع روحك. عن أبي در قال: كنت مع رسول الله صلى كذا 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 وسلم في المسجد حين غربت الشمس، فقال صلى كذا كذا كذا: يا أبا در، يعني محمد قال لأبا در: أتدري أين تذهب الشمس؟
قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها. يعني شوف شو بيقول محمد بعد الصلاة ممكن ولا جالس مع أبا ذر، يعني شوف الغرور محمد، يعني محمد ما حدا سأله، هو فتح الموضوع لحاله. يعني إجا لأبو ذر قال تعال يا أبو ذر تعال، أنت تعرف الشمس هذه وين بتروح؟ طبعا الشخص ما بيعرف، قال أنا ما بعرف، أنت الله ورسوله يعني أعلم به. فقال له هذه الشمس تروح تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن، يعني تستأذن إنها تضل ولا ترجع، فالله يقولها ارجع. ومحمد ما يعرف ان الشمس عندما تغرب مثلا في مكة فهي ما زالت مشرقة في غرب افريقيا ومشرقة على امريكا، يعني هذا دليل ان ما عنده اي علم. يعني كل الايات وكل التفسير القرآنية وكل الاعجاز القرآني او التلاعب بالالفاظ الموجود في القرآن هو موجود من الناس الموجودة في شبه الجزيرة، يعني ما كانت تعرف اي شيء خارج هذه المنطقة. كتاب صحيح مسلم في نفس الموضوع، كتاب الايمان باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه الايمان. حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت رسول الله عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. يعني محمد قال له أن مستقر الشمس لما بتغرب بتروح بتجلس تحت العرش. الشيعة، هذا مش السنة بس، يعني حتى الشيعة المسلمين في الميزان للطبطبائي قال لك وأما جرياها وهو حركتها فظاهرة النظر الحسي، يثبت حركة دورية الأرض، ولكن الإثبات العلمي يقضي بالعكس. يعني الإثبات العلمي بيقول العكس، بس إحنا ما زلنا مقتنعين أن الشمس هي اللي بتتحرك على الأرض وليس العكس. يعني خلاصة الكلام هذا كله اللي نحب نقوله أخي جون، وسمحني أعذرني أخذت المايك منك كثير، خلاصة الكلام أن ما يكلك يعني ولا يهمك فضل. خلاصة هذا الكلام أن هذا الدين لا يحتوي على أي شيء علمي نهائيا، بل بالعكس فهو كلام ناتج عن شخص كان يعيش بدوي، يعيش في شبه الجزيرة، لا يعرف أي شيء، راعي بسيط بدوي أمي، يحاول أن يلعب بالألفاظ لكي يدعي النبوة ويدعي العلم ويدعي. وطبعا هو محمد ما كان كل هذه الادعاءات طبعا ما كانتش كلها مبنية من محمد، يعني احيانا هو بريء يعني من الاشياء هذه، لان المفسرين بارك الله فيهم والشيوخ بالغوا في الوصف وحاولوا جعل هذا الدين اكبر من مقاسه واكبر من حقه، فاعطوه اكثر من حقه. فهو كان يعني حتى محمد نفسه ما كان وصل لكل هذه المرحلة لولا المفسرين اللي حاولوا يجعلوه إله مش حتى رسول. يعني فخلاصة الموضوع بتفكيري البسيط المتواضع أن الدين الإسلامي ليس فيه أي دليل علمي نهائيا. شكرا أخي جون. بكل تأكيد ليس فيه أي دليل علمي، يعني لو فيه شيء من العلم لرأيت المسلمين في مثل ما بقول في مقدمة الأمم العلمية خلينا نقول أو المتحضرة، يعني لو بالفعل في علم يعني تمسكهم بالقرآن لهذه الدرجة كان جعلهم من خير الأمم. للأسف القرآن جعل الأمم الإسلامية من أحط الأمم في على وجه المعمور. مع الأسف ومع ذلك أنا ليش يعني بستقبل كل السب والتهديدات وكل الأشياء هذه؟ ليش أخي جون؟ لأن بصراحة أعرف كم خطورة الموضوع هذا عندما تسلب من شخص شيء لا يملك سواه. يعني الشخص المسلم لا يملك إلا الإسلام، لا يوجد عندنا في دولنا الإسلامية لا علم لا فكر لا أخلاق لا أي شيء، لا نمتلك أي شيء، أمة صفر على الشمال، فيتفاخر فقط بشيء واحد وهو الإسلام. فإذا أنت طعنت في هذا الإسلام وحاولت أن تنزع منهم هذا الدين، يا أخي يصبح هذا الشيء، هذا الشخص لا يمتلك أي شيء.
فبالفعل هو يكون مستعد أن يقاتل ويضحي بأي شيء في سبيل أن يحس أن هو يمتلك شيء. يعني مثل الشخص، أنت لو بتشوف الشخص ما عنده أكل جائع، بعدين تحط أمامه صحن من الأكل وتحاول تأخذ الصحن هذا، ممكن يقتلك بكل بساطة لأنه ما في سبيل البقاء. والشخص المسلم لا يمتلك أي شيء. الدول الإسلامية، أعطيني دولة إسلامية واحدة ناجحة في على أي صعيد، اقتصادي، سياسي، أدبي، أخلاقي، تربوي، علمي، فني، اجتماعي، أي شيء. لا، صفر صفر. دول مستهلكة فقط. للأسف للأسف يا أخي. يعني المشكلة إنه الإسلام هو اللي وصله لهالمرحلة. خذ منه الإسلام راح يأخذ كل شيء. يعني تأخذ الإسلام من أي شخص صلى، خصوصا من الملحدين اللي عم نشوفهم من خلفية إسلامية مثلا. يعني نحن أنا وإنت قلنا أصدقاء إنه الألحد مبارحة كان سلفي، اليوم ألحد، بعد ما يلحد يا رجل تفكيره ينقلب، يصير إنساني، يصير عنده كل شيء بصراحة. يعني الشباب الملحدين الموجودين هلا يصيروا أمتنا كلها تكون نفس المنهاج. أنا ما عم بقول يصيروا كلهم ملحدين طبعا، أكيد لا، بس اللي فكرة اللي بدي اللي يصير منهجنا تفكير علمي خلال 10 سنين 20 سنة دولنا يعني ممكن تصير بمستوى الدول المتقدمة. يعني ما في شيء. يعني مثلا اليابان الحرب العالمية الثانية كانت مدمرة، ألمانيا تدمرت، خلال 60 سنة صاروا من قمة الأمم. يعني نحن إذا اخترنا الطريق التفكير العلمي، أنا أعتقد يعني وعندنا طاقات شبابية لا تحصى. يعني إذا اخترنا الطريق التفكير العلمي، يعني أنا لا أستبعد خلال 20 سنة نكون بمستوى الدول المتقدمة. يعني بس مع الأسف أخي جون، مع الأسف في موضوع مهم جدا، وهو يعني ما احنا ما تطرقناش ليه طبعا، بس هذا موضوع خطير جدا، وهذا موضوع مش ديني، سياسي بحت. إذا تحب تبني دولنا الإسلامية على أساس علمي بحت، ما تنسى أن فيه في خطورة على المشايخ ورؤساء الدول، مثل ملك السعودية وملك المغرب وملك غيره غيره غيره. هاد الناس يضحكوا على ذقون المجتمع والشعب باسم الدين، باعتبارهم هم أقارب للرسول وأحفاد الرسول وهم بيمثلوا الإسلام. فإذا نزعت الدين، فالناس هذه كلها اللي عندها السلطة والمال والقوة في الوقت الحاضر طبعا مهددة بالانقراض والخطر. يعني أنت بتشوف الدول اللي مثلا في السويد اللي هي دولة إلحادية مثلا، بتشوف ان رئيس الدوله يعني ما مو اي شخص عادي جدا، يعني ممكن يخطم يمر في جنبك ببايسيكل، يعني بدراجه هوائيه، ويطلع يجلس في جنبك في باص او في قطار. فهم خايفين من المرحله هذه طبعا. لما احنا بنفكر بالطريقه هذه وبنطعن في محمد شخصيا ذاته، يعني احنا بنصير نطعن في اي شخص. يعني ملك السعوديه شكون هذا، ولا ملك المغرب، ولا هذا بشر مثلنا مثله، ليش يشوف حاله احسن وملك؟ يعني يصير ملك طول عمره. هم أقل من بشر، للأسف هم أقل من بشر طبعاً. أنا ما أنزل لمستواهم وأقول عليهم أقل من بشر، أنا بشوفهم بشر، بس مع الأسف طبعاً هذا طواغيت. فأنت إذا طعنت في الدين، فأنت مهدد الدول هذه والسياسة هذه كلها بالانقراض والزوال. فهذا طبعاً هتلاحظ معارضين ومحاربين ليك. أنت امشي روح للسعودية، ما تلاقي كتاب واحد علمي، تلقى الطبطبائي، وتلقى مش عارف صحيح مسلم والبخاري والخرافات. تمشي تروح المغرب، ليش؟ لأنك أنت لو شفت كتب علمية أو هذه خطر، خطر على الشخص. إذا كنت أنت تفكر، إذا أنت خطر على المجتمع. وهم هذو اللي حاولوا يعملوه في مجتمعاتنا مع الأسف. إحنا في ليبيا مثلا كنا ما بندرس أي شيء إلا الفكر، مثلا فكر القذافي في فترة المرحلة القذافي، أو فكر العروبي، وأن احنا كنا عرب وإحنا قوميين ومسلمين وانتمائنا لفلسطين، ونكره إسرائيل ونكره أمريكا ونكره الغرب. فطبعا ليش؟ لما يخليك متقوقع أنت في القوقعة هذه، تصبح أنت لا تفكر. وإن لما تكون لا تفكر سهل التلاعب بك، تصبح دمية سهلة. فإحنا مشكلة الإلحاد، أنا بدك تعرف وبدي الملحدين كلهم يعرف، إحنا مشكلتنا مش مع المسلمين فقط،
احنا مشكلتنا الناس السياسيين يحاربونا اكثر من المسلمين على فكره، لان هادو اللي خايفين على مناصبهم اكثر من المسلمين البسطاء. المسلم البسيط عنده نزعه يعني، بيحاول لا محمد والاسلام، فمسكين لان دماغه مغسوله. بس السياسيين المحنكين المجرمين هادو يعني خبثاء، عارفين الخطوره اكثر من المسلم البسيط، هو لا يهتم بمحمد. يعني ملك السعوديه انت تعتقد انه مسلم ويصلي وما يعرف يقرا ايه واحده من القران اللي تكلمنا عليه اليوم كله، انا اتحداه انه كان يعرف شيء منه. صحيح. ولكن يتلاعبوا الكذب والنفاق. العبايه الاسلاميه، عبايه الفقيه وتقيه الفقيه، تصبح درع يحميك من كل العالم وتخلي البشر لعبه بسيطه في ايديك. شكرا اخي جون، وسامحني طولت عليك. ولا يهمك ولا يهمك، الحلقة لك وأنا كتير مستمتع بحديثك. طيب أخي عثمان، يعني أظن بكفي هيك، وصلنا لآخر الحلقة. بدنا تحكي لنا شوي وتقيم لنا حملة إجهر، يعني شوف شو شفت لحد هلا من حملة إجهر، كيف بتقيمها، كيف نظرتك لمستقبل حملة إجهر؟ تفضل. حملة إجهر خصوصا انك راح تكون جزء منها، يعني وانت جزء منها من البداية بالاساس. يعني تشكر اخي جمال، انا لي الشرف طبعا ان اكون على الهواء معك، ويعني فعلا انت انسان راقي جدا ومحترم، وانا فخور جدا بمعرفتك. ومرحبا قناة إجهر او صفحة إجهر او فكرة إجهر، هي عبارة عن فكرة بسيطة جدا ولكن معناها قوي وجميل. يعني أنا فخور جدا أن أكون في استضافة قناتكم الكريمة، وأتمنى لها ازدهار وتقدم كتير 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 كبير. وأنا متفائل أن القناة هذه راح تحقق نجاح، مع أني في نفس الوقت متخوف من المشاكل اللي سوف نتعرض إليها بسبب هذه الصراحة وهذه المصداقية اللي نتحدث بها على الهواء. فيعني أنا شخصياً إلي الشرف أني أكون في استضافة هذه القناة، ونتمنى نعمل عمل حلو مع بعض ونحاول نوعيش الناس. ورسالة القناة رسالة عظيمة جداً وسامية، يعني من أعظم الرسائل اللي أنا بشوفها في حياتي. يعني بجد بجد إلي الفخر أني أكون موجود معك في قناتكم الكريمة. الشرف لنا أخي نستضيفك، بالفعل الشرف لي. أنا أكون يعني أتعرف على شاب مثقف، شاب واعي بمستوى ثقافتك وفهمك للواقع وللحياة اللي للأسف اللي شايفينها نحن، الواقع المرير للأسف. وأنا كمان يعني حابب أشجع أصدقائنا الملحدين، يا جماعة اجهروا معنا وساعدونا إذا بتقدروا، نشرونا الفيديوهات، لايكات، تعليقات، يعني خلونا ايد واحدة، خلونا نقدر نساوي شيء. نحن عنا رسالة بدنا نوصلها لهالناس اللي هن اهلنا، اللي هن جزء منا. يعني نحن بدنا ننقذ نفسنا من هالخراب هذا الموجود. فرسالتنا ومعنية، بتعني كل شخص فينا، ما بتعني جان بره لوحده ولا عثمان لوحده ولا احمد حقان ولا اسماعيل ولا غيرهم، لا. تحية للشباب بالضبط، يعني عملنا واسماعيل وكل الشباب الملحدين. بس مع الاسف اخي جون، في يعني موضوع نحب يعني اعطي عليه نبذه بسيطه بس اتطرق له، ان مش كل الملحدين يمثلوا الالحاد مع الاسف، لان في بعض الملحدين المنافقين اللي ما عندهمش الشخصيه والكاريزما ان يتحدثوا ويكونوا شجعان، لانهم في ذاتهم جبناء. يعني باش نكون معك صريح، يعني انا في منهم اتصلوا بي شخصيا وانا بعرفه طول حياته ملحد، وبيقول لي ليش تطلع على التلفزيون وتحكي يا اخي، وانا ما بقدر اعمل الكلام هذا ولا استطيع اني اعمل الكلام هذا، لاني اهدافي السياسيه او طموحي الاجتماعي او مركزي الاجتماعي لا يسمح. اذا انت انسان كاذب، انت انسان غير صادق مع نفسك. وانا طبعا ضد اي شخص يكون في استطاعته أن يجهر ولا يجهر، لأن هذا ليس ذكاء بل هو جبن. إذا أنت تستطيع أن تجهر وتقف أمام العالم وتقول أنا ملحد ولا أخاف من دينكم ولا أبالي بهذه الترهات، وفي مقدورك وعارف أن ما في خطر عليك ولم تفعل هذا، فأنت جبان ولست ذكي. أو لأن النفاق هذا، إحنا مش مستوانا النفاق. فمع الأسف
للاسف معناه يعني توارثنا من هالثقافه هي. حتى الملحدين توارثوا النفاق، فكره النفاق، فكره المصلحه الشخصيه، طبعا للاسف الشديد يعني توارثوا اشياء. والمشكله يعني نحن ضحايا، مهما كان وضعك الاجتماعي جيد صدقني انت ضحيه. يعني يكون المجتمع كله واعي، انت راح يكون وضعك افضل بكثير من الوضع الحالي، يعني اللي تعتقد انه لازم تحافظ عليه. بالعكس انت لازم يعني تطور نفسك وتطور وضعك الاجتماعي، يكون افضل وضعك الاقتصادي، يكون افضل الحياة الاجتماعية هي، يعني يكون فيها شيء من راحة البال والفرح والاطمأنينة، من غير بكون الوسواس الخناس على طول شغال فيك وخايف ومرعوب ولازم تنافق. يعني الإنسان المنافق والإنسان العايش حياة طبيعية صدقني في فرق كبير. الإنسان العايش حاسس بأمان وعايش حياة طبيعية بيعطي أكثر وبيعطي اللي جواته بكل سهولة، بتطلع يعني بدون عذاب. بينما الإنسان المنافق يعني يكون في عذاب نفسي. يعني أخي جون بكل صراحة، أنا يعني شخصيا أكلمك شخصيا عن تجربتي الشخصية مع الإلحاد ومع الدين، لم أكن سعيد في حياتي مثل ما أنا سعيد حاليا عندما أجهرت إلحادي وتحديت المجتمع. يعني أسوأ مراحل حياتي كانت عندما أمثل وأنافق المجتمع وعائلتي وغيره وغيره بأني مسلم، أسوأ مرحلة. فأنا أسعد مرحلة عندي عندما أقف وأتحدث أمام أي شخص ونقول أنا ملحد، أنا ملحد. وكل كثير طبعا يقولوا لك ليش يا أخي ليش بتجاهر، دائما بجاوبهم بإجابة بسيطة جدا وهي ليش لا، بالضبط. ليش لا، ما شو هو اللي في العالم يخليك أنت صح وأنا غلط؟ ليش لا، ليش 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 ما أجاهر؟ قول لي ليش ما أجاهر، أقول لك ليش أجاهر. صحيح صحيح. أتمنى نكون ما طولت عليك ولا على المشاهدين في هذه الحلقة. أظن يعني هي حلقتنا بهالحدود يعني. على كل حال شكرا لك أخي عثمان، وأنا كثير سعيد بلقائك ومنتظرين برنامجك بكل شوق مثل ما بقولوا. شكرا صديقي. يعني وحركة حملة إجهر باقية وتتمدد يعني. لا لا هذه تتمدد خطيرة، ما بدنا إياها هذه. لا، نحن نتمدد ونكبر ونكبر بأصدقائنا يعني. باسم العلم. تفضل. قلت لك نكبر باسم العلم. طبعا أكيد أكيد. مو بالدم. لا، نهائيا، نحن لسنا طلاب دم، ولا نفكر أصلا بالدم، ولا نفكر بالتهديد، ولا نفكر بأي شيء من جماعتنا المسلمين يعني اللي يظهرون به بالتهديد والشتائم للأسف الشديد يعني. للأسف. هدفنا هو إنقاذ أهلنا من هالشتات وهالخوف والحروب والانحطاط هذا، ونتمنى لهم مستقبل أسعد لهم ولأولادنا ولأحفادنا، وهذا اللي عم نشتغل عليه يعني، وهذا هدفنا النهائي يعني. شكرا لك أخي عثمان، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.